الناس في مصر بتدفع سنين من عمرها عشان تبني بيت أو تمتلك شقة، والأسباب مختلفة. جزء كبير منها اتبنى بشكل مخالف لقوانين البناء، وأصبحت الآن مهددة بالإزالة بعد صدور قانون التصالح. الوضع ده موجود في مصر كلها، جزء من المخالفات حصل في الأراضي الزراعية وجزء منها في المدن. بس احنا أصلا وصلنا للوضع ده إزاي؟ خلينا نبص في الحالتين بتوع الأرياف والمدن عشان نفهم الناس بنت مخالف ليه. في شهر يوليو 2020 بدأت الحكومة تركز بالزيادة على إزالة أي محاولة للبناء على الأراضي الزراعية، ولقت رد فعل عنيف من الناس لدرجة أننا شفنا اشتباكات بالحجارة من المواطنين ضد قوات الإزالة. السبب الرسمي اللي قالته الحكومة أن مصر خسرت 400 ألف فدان بسبب البنى خلال حوالي 40 سنة من 1983 ولغاية 2020، واعتبرت أن خسارة الأراضي الزراعية دي تهديد لأمن مصر الغذائي. وشايف أن أنت بتهدر أرض غالية جدا عشان تحولها المباني، هتبقى للآخر كده؟ آدي الدولة اللي انتوا شايفينه ده قرية واحدة، تعالوا اتفرجوا كمان سنتين ثلاثة على ده، البيت اللي أنا في جنب الحتة دي هتقول لهنا 10-12 بيت. ورغم أن فقدان 400 ألف فدان يعتبر خسارة حقيقية، إلا أن تأثيرها محدود على أمن مصر الغذائي، لأن في 20 سنة ما بين 1998 و2018 الأراضي الزراعية في مصر زادت 1,350,000 فدان بسبب استصلاح الأراضي الصحراوية. ده غير أن التعديات بتحصل في الغالب على مساحات صغيرة، تأثيرها على الإنتاج الزراعي واقتصاده محدود، مش زي المزارع أو المشاريع الكبيرة. لما بنقسم مساحة التعديات طول السنين دي على عدد المخالفات، بنلاقي أن مساحة التعدي الواحد حوالي 185 متر مربع، يعني تقريباً مساحة بيت. طيب، يفضل معانا سؤال، ليه بقى الناس بتبني على الأراضي الزراعية؟ لو بصينا على أحدث البيانات، هنلاقي أن الأليوبية والغربية والمنيا من أكتر محافظات اللي فيهم تعديات. الثلاث محافظات دول من أعلى الكثافات السكانية في مصر، ورغم أن المنيا والأليوبية ليهم ظهير صحراوي، بنت الحكومة فيها مدن جديدة زي العبور والمنيا الجديدة، إلا أنهم ما جذبوش سكان القرى بسبب عدم ملائمتهم لنمط الحياة في الريف وبعدهم عن الأراضي الزراعية. أما المشروع اللي بدأ سنة 2005 لبناء 400 قرية في الصحراء، ما تبناش منهم غير 37، وأغلبهم فضل خالي من السكان لأسباب زي عدم توصيل الماء ليها، أو بنائها على أراضي غير قابلة للاستصلاح الزراعي، أو وجودها في مناطق كثبان رملية أو مخرات سيول. فشل القطاع الرسمي في توفير مساكن شعبية مناسبة لمحدودي الدخل طال أنحاء البلاد، وخصوصاً في المناطق الريفية اللي غالباً تم تجاهلها في مشروعات السكن الرسمية. فلما أهالي الريف بنوا بنفسهم، اتجه بعضهم للأراضي الزراعية. ليه؟ لأن أرباح زراعة أرض صغيرة في الوادي أو الدلتا محدودة جداً بالمقارنة بأرباح الاستثمار العقاري اللي تضخمت في 40 سنة الأخيرة، وده خلى الأهالي تفكر جدياً في البناء عليها بدل زراعتها. وبالتالي نقدر نفترض أن عدم توفير سكن مناسب وضعف الربح من الزراعة هم اللي أدوا لزيادة البناء على الأراضي الزراعية، يعني ناس بتبني جنب غيطانهم وأهليهم عشان مش لاقيين بدائل مناسبة، وعشان كده كده الأراضي دي غالباً مش جايبة همها. طيب إيه الحل؟ من ناحية في احتياج لإعادة تخطيط وإدارة الاقتصاد الزراعي بشكل يحافظ على الملكيات الصغيرة ويخليها مربحة، ومن ناحية تانية في احتياج لإدارة التطور العمراني للريف بشكل مختلف. في دراسة عن سياسات التخطيط العمراني، وصل عدد من الباحثين للاستنتاج إن المشكلة مش إن الوادي مكتظ بالسكان، المشكلة إنه غير مخطط بشكل جيد، وبالتالي اللي احنا محتاجينه هو تخطيط يراعي الاستخدام الأمثل للأراضي المتاحة في كل محافظة حسب خصوصيتها ومن غير بنى على الأراضي الزراعية. يعني بعض المحافظات هتحتاج بنى بشكل رأسي بكثافة عالية، محافظات تانية هتحتاج توسع في استخدام الأراضي الصحراوية اللي مش مستغلة حواليها، ومحافظات تالتة هتحتاج إعادة توزيع السكان فيها. الحلول دي منصوص عليها في قانون البناء الموحد اللي صدر سنة 2008 لحل مشاكل البناء غير الرسمي، لكن الحكومة ما طبقتوش لغاية دلوقتي، وبالتالي أصبح النمو العمراني بيحصل بشكل عفوي في الريف
وجزء منه بيحصل على الأراضي الزراعية نفسها. بس النمو العفوي ده مش مقتصر على الريف لوحده، بنلاقيه موجود في المدن كمان، واللي أصبح نقطة تركيز تانية للحكومة في 2020 لما صدر قانون البناء الموحد. ألزم الحكومة بإعادة تخطيط الأحياء القديمة، مثلا تنظيم عرض الشوارع وتخصيص أراضي للخدمات الاجتماعية داخل كل حي زي المدارس والمستشفيات. لكن الحكومة ما التزمتش بتنفيذ القانون لأنها كانت مشغولة بتخطيط المدن الجديدة، وإدارات الأحياء المحلية فشلت هي كمان في الرقابة على التزام المقاولين بشروط البنى الأساسية زي عدد الأدوار المسموح بيها وعدم البناء على مساحة الأرض كلها لضمان توفير إضاءة وتهوية جيدة، وده لأنه كان فيه نقص كبير في عدد المهندسين وكفاءتهم بحسب اعتراف وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى أن القانون نفسه إدى الحق لأي مالك أرض أنه يبني طالما قدم طلب في الحي لاستخراج رخصة بناء وعدى 30 يوم من غير ما يترد عليه. وبعد 10 سنين من إهمال الحكومة لقانون البناء الموحد وصل حجم المخالفات لحوالي 2.8 مليون مخالفة، أغلبها كان البناء على مساحة أكبر من المرخص ليه وتجاوز الارتفاع المسموح بيه وهدم مباني تراثية وبناء أبراج مكانها وتحويل الجراشات إلى محلات تجارية. الحكومة حاولت التعامل مع المخالفات دي بأشكال مختلفة، منها إزالة العقارات أو تغريم المخالفين، لكن ما حصلش إعادة تأهيل لموظفي الأحياء أو إعادة تخطيط الأماكن نفسها. كنوع من تصحيح الوضع في إبريل 2019 وافق الرئيس السيسي على قانون التصالح في مخالفات البنى، وأمهل المخالفين 6 شهور لتقديم طلبات التصالح اللي هو عبارة عن تقنين المخالفات عن طريق تخليص ورق ودفع غرامات بدل إزالتها. الحكومة توقعت أنها تجمع من التصالح أكثر من 100 مليار جنيه، لكن بعد 6 شهور ما قدرتش تجمع أكثر من 30 مليون ومدت مهلة التصالح أكثر من مرة. يجيب شنطة الفلوس ويخش يحط الفلوس قدامكم كلكم. أمال إيه؟ عايز تقنن أنا معاه. في شهر مايو قررت الحكومة منع بناء العمارات السكنية الخاصة في المدن لمدة 6 شهور وتحويل المخالفين للقرار للقضاء العسكري. لو الأمر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر، يعني نوقف ونبقى بدولة مظبوط، يسيب مكاني وامشي من هنا، وأنا جبنا معدات هندسية تكفي إن أنا أنزل على القرى دي وأبيد وأشيل كل الكلام ده بالمعدات الهندسية. لا يمكن هنسمح أبدا وأنا بقول الكلام ده. شهر أكتوبر اعترف السيسي بمين المتسبب في المشكلة. وعايز أقول للناس لما قلنا اشتراطات بناء جديدة ومنظومة جديدة يبقى ده معناه كان عندنا عيب في النظام. عيب في النظام يعني ايه؟ عيب في النظام خلى الدنيا كده، واقدر اقول لكم ان كتير من بلدنا بالطريقة ديت. ليه؟ لان النظام اللي كان موجود قبل كده في موضوع تنظيم البنى في مصر كان محتاج يتطور. انا بقول كلام مهذب، محتاج يتطور. ويفضل الحل الأساسي لمشكلة البنى في مصر هو التخطيط العمراني المستدام اللي بيلبي احتياجات المواطنين في كافة جوانب الحياة، وده بيتطلب في تنفيذه وجود إدارات محلية عندها قدرة على إدارة التغيير العمراني بشكل أكثر كفاءة على مستوى يومي، وبطريقة تقدر تواكب تغيرات المدينة وحاجة الناس للسكن من غير ما تعطل حركة البنى أو تسيبها تحصل بشكل عفوي وغير مخطط.